فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مواصلين في اخر نص ساعه من حصتنا اليوم. اكثر سؤال متداول في الشارع الرياضي اليوم، وقتاش باش تعود البطوله؟ شنو هو صاير لحد الان في موضوع عوده البطوله؟ وشنو باش يصير في الايامات القادمه؟ وقتاش نرجع نشوف الكوره بعد توقف تقريبا اكثر شهرين من قبل البطوله العربيه؟ على كل باش ناخذ التفاصيل من عند رئيس نادي حملم في السيد معاوية الكعبي، واحد من رؤساء الجمعيات اللي كانوا ضد عودة البطولة ما لم يتم تسوية مشكل المستحقات المالية. سي معاوية أهلا بك. بارك الله فيك، مرحبا. دونك ننقل لك السؤال كما هو سي معاوية، وقتاش باش نرجعوا نكوروا؟ والله كيفي كيفك، ما نفوتكش بحاجة. صوف كما قلت معناها ما نجموش ما ناخذوش بعين الاعتبار الوضعية الماليه معناها الصعبه، باش ما نقولش الكارثيه اللي فيها النوادي، خاطر القضيه مش قضيه انه زاد نواصلوا البطوله نتاعنا في ظل كما قلت معناها الغياب ابسط الـ يعني الـ الامكانيات الماديه معناها للنوادي. القضيه زاد لازم نعالجوها يا اخي، ثم اشكاليات مطروحه لازمنا نخزولها ونشوفوها ونباشروها ونعالجوها، وثم وضع بالطبع ماذا بينا الكل معناها نساهموا فيه للرقي معناها بالرياضه نتاعنا لا اكثر ولا اقل. معناها في قضيه يعني يلزم الساعه اولا الساعه شوف تقدير الوضع الحالي الموجود، شنو السلبيات اللي فيه، شنو النقائص اللي فيه، شنو الاشكاليات اللي فيه، خاطر ما تنجم تبني انت المستقبل اللي اذا كان قمت معناها بتقييم الوضع نتاعك الحالي. ما نقعدوش ديما نمشيو معناها السياسه الهروب الى الامام، لازم ناقفوا ونقيموا الوضعيه نتاعنا وشو الاشكاليات وشو النقائص اللي يمكن باش تتعالج نعالجوها. اما بصراحه سي معاويه كي تقول لي كيف كيفك ما عندي حتى معلومه نستغرب شويه، معناتها انتم رؤساء الانديه كنتوا وراء التحرك الاحتجاجي هذا، دونك الى متى حتى الوقت ايش معناها؟ انتم اللي موقفين عوده النشاط. الاستغراب نتاعك ربما في محل وعندك حق، اما خليني نقول لك حاجه. احنا توا قلنا راهو هاو الاشكاليات ونستناو في ردود فعل، دونك القضيه مش مرهونه عند رؤساء النوادي، القضيه مرهونه في ردود الفعل وفي الاستجابه اللي يمكن باش نلقاها من مختلف الاطراف. هذا هو معنى القضيه، مش قضيه رؤساء النوادي ما يحبوش ولا يحبوا. الاستجابه معناها من السي ان اس اس هكا؟ لا مش من السي ان اس اس، من 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 مختلف الاطراف، من الجامعه، من الوزاره. وبالطبع الوزاره والجامعه شنو الاشكاليات معها؟ الاشكاليات معناها المنح معناها الماليه للنوادي. المنح باش يتصبوا منها باش يتعاقلوا منها، معناها شنو ينجموا يعملوا؟ لا 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 خلينا نفصلوا بين الامرين يعني. باهي مسيس تفضل. لا يلزمنا نفصلوا بين الامرين، متفقين؟ لا يلزم نقول انا ما دام فما منح اللي المفروض تسند معناها للنوادي، خلينا معناها ناخذ لليوم معناها تتصورش لليوم مازلنا ما خلينا حتى ملي معناها بالنسبه في اطار المنح هذيا، راهو الامر يتعلق بالمنح نتاع 2021 راهو معناها نحكي لك انا المنح هذيا نتاع سبتمبر المفروض معناها ناخذوهم في سبتمبر 2021 لليوم، واحنا توا كما تعرف تقريبا قربنا من نهايه الموسم راهو دخلنا في مرحله الاياب. لهنا الوزاره تقول قانوني ما نجمش نعطيك فلوس وانت مسير عند سي ان اس اس. لا بشوي خل الموضوع ثاني، هذا الموضوع الاولاني. اولا ساعه انت يعني اعطيني المبالغ ولا اسند المبالغ هذيا، وبعد اذا كان باش تعرق الوقت باش يولي المشكل ما عادش على مستوى اسناد المبالغ، ولا المشكل على مستوى معالجته معنا مع سي ان اس اس، يولي مرحله ثانيه هذيك. دونك بالنسبه لي انا اذا الموضوع نتاع سي ان اس اس طرحت فيه مع مختلف رؤساء النوادي كلنا واتفقنا على اساس معناها يلزم السن قانون نتاع عفو جبائي شامل. ايش معناها شامل؟ معناها يشمل الخطايا ويشمل الاصل. على خاطر القانون اللي صدر هذايا المرسوم اللي صدر عدد 6 في 26 جانفي معناها يتعلق بال يعني بسن عفو بعنوان معناها الخطايا نتاع سي ان اس اس. الخطايا نتاع سي ان اس اس هذوما اش قال لك؟ قال لك نحي لك الخطايا، ولكن هذا راهو يوجه للمؤسسات الاقتصاديه، للمؤسسات اللي عندها مداخيل، اللي عندها ارقام معاملات، اللي عندها معناها باش اللي عندها حصص اسهم معناها دي ديفيدوند. اما بالله جماعه الرياضيه لا ارقام معاملات ولا بينيفيس معناها لا مربيح.
ولا حساس رسم ولا غيره. اي سي هي معاوية سي معاوية، باش نقدموا شوية هذا كل تقريبا سمعناك حكيت فيه في أكثر وسائل التعليم، لكن نحب نعرف أنا اليوم الصمت هذا باش تواصل حتى لمتى؟ هذا هل الخاسر الأكبر من فما شكون اليوم لا هو سي إن إس إس لا هو الوزارة، المنتخب خاسر بدرجة أولى، واللي خاسر الثاني هو الأحباء نتاعكم اللي نتاع كل فرق يعني محرومين من جمعياتهم؟ يعني أنتم مطالبين اليوم نعاش حلول تقعدوا على الطاولة الناس الكل تدعيوا الجمعيات وإلى سي إن إس إس لهذا الكل، نعاش شنو قاعدين تعملوا بالضبط؟ كلامك معقول. شوف اولا الساعه اللي باش تسالنا به احنا اسم ايه معناها السلطه المعنيه، معناها لو كان تبادر تو غدوه احنا لو كان نلقاو حوار مع المسؤولين وكان يوفى المشكل، معناها ما عندناش حتى اشكال، معناها القضيه مش قضيه معناها راهو لي ذراع ولا لا لا ماهيش موش موضوع نتاع الصدام راهو. باهي خلينا نمشي نلب الموضوع، كنتوا قعدتوا مع الوزير انتم شنو صار في الاجتماعات هذوما مع الوزير؟ قعدنا مع الوزير وبارك الله فيه بالمبادره معناها من طرفه هو، وهو اللي قام بالمبادره هو اللي عيط لنا وطرح الموضوع نتاع سي ان اس اس، فهمت كيفاش؟ وقال راهو انا باش نسعى باش نرفع الاشكال هذا. متفقين؟ وتعهد بهذايا والملف، واعتقد اللي كونوا على خاطر عملناه في 2021 سامحني صارت ثم شبه اتفاق بين ثلاثه وزارات على اساس كونه معناها يقع اعفاء الجمعيات الرياضيه من دفع حتى الاصل بالنسبه معناها للسي ان اس اس. نحبوا نفعلوا كل الاتفاقيه هذيك. السيد الوزير تعهد قال باش يشوف مع زميله معناها خاطر الوزراء تتبدلوا مع زميله معناها وزير الشؤون الاجتماعيه والسيده وزيره الكماليه باش يشوفوا كيفاش يفعلوا لو كان يقع تفعيل معناها الاجراء هذا موضوع يولي خارق العاده واجراء خارق العاده ويصلح معناها بالنسبه للنوادي معناها يعاوننا بصوره كبيره، ولكن ما يفض وقتها يفض قضيه معناها يلزموا وقتها تعالج قضيه تسريع اسناد مرح من طرف كما قلت الوزاره ومن طرف معناها الجامعه. وقتها ما عادش عندك انت الحاجز نتاع سي ان اس اس، متفاهمين؟ اما في الاثناء انت تعطيني ساعه اخويا معناها اعطيني الامكانيات الماليه اللازمه وخلي اذا كان ثم اجراء نجم السيد وزير الشؤون الاجتماعيه مثلا يرفع علينا تو الحاجز نتاع الانتفاع بالامور هذيك في انتظار ان يصدر معناها المرسوم ولا يصدر نص قانوني اللي باش يمكننا من الانتفاع بالاعفاء. هذا هو اليوم معناها الاجراء موجود راهو. شوف الحل موجود، صدقني الحل موجود، القضيه قضيه معناها اراده، لازم معناها نقفوا على المواضيع بصوره عامه ونحاولوا نفضوا المشكل على اساس معناها صحيح وسليم فيما فيه خير الرياضه التونسيه والجمعيات. على خاطر بالله توا شوف تقول لي انت علاش راهو تحرموا في الجماهير نتاعكم؟ كي قلت تحرم الجماهير انا بالعكس انا نحب نخدم الجماهير نتاعنا على اساس معناها سليم وعلى اساس يعني اللي تتوفر فيه على الاقل الامكانيات الماليه الدنيا باش نجم انا نسعد الجماهير. القضيه مش باش تشغل الجماهير انا لا ما يساعديش باش شوف المسؤوليه امام الجماهير مش قضيه مسؤوليه معناها استجابه لطلبات الجماهير مش هذا لا لا، اما خدمه الجماهير معناها بالطريقه السليمه وبالطريقه الصحيحه وبالطريقه العلميه وبالطريقه المسؤوله، هذا اللي نعتقده انا. واضح. اليوم صار اتصال وظهر لي مكتوب من الجامعة الوزارة، ما عندكمش شي أصدقاء بخصوص ليزيكو نتاعو؟ قلت لك تقريبا في الاتجاه هذايا هو، فهمت؟ معناها في الاتجاه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا توا معناها إحنا كرؤساء ما عندناش معناها ما اتصلوش بينا بصورة رسمية، معناها أي طرف ولا طرح الموضوع يعني ونحب باش نحاولوا نعالجوا الإشكال هذايا، فهمت؟ ننتظروا فما كلام على وسط الاسبوع القادم تنجم تكون ولا صعيب؟ ممكن يسر ممكن ما هو قلت لك راهو شوف راهو بالنسبه لنا القضيه ماهيش قضيه اسابيع ولا غيره، قضيه يساعدونا يعاونونا معناها يعني يساعدوا المسؤولين نتاع الجمعيات على خاطر كان باش تقعد الوضعيه هذيا راهو الخاسر الكبير انه ما عادش باش يلقاو رؤساء نوادي، ما عادش باش يلقاو هيئات نتاع تسيير في النادي، وثالثا معناها الكوره نتاعنا ستنحدر الى الحديث. كان باش تقعدوا هكا معناها يلزم نعالجوا المواضيع. اخر سؤال سي معاويه، شنو ردك على الكلام اللي يتقال انكم قاعدين يستعملوا فيكم ك نجم نقولوا بين ظفرين عصا في العركه بين الجامعه والوزاره؟ شوف سامحني في كلمه، فما بيت نتاع الشعر نستحضروا ساعه
وربما ربما ان شاء الله اللط في العبارات نتاعو على خاطر فيه معنى، فهمت؟ واذا نطق نقول البسيط، ما نقولش الكلمه الاخرى اللي هي موجوده في البيت، واذا نطق البسيط فلا تجبه فخير اجابته السكوت. هذا البيت يظهر يحمل اكثر من معنى. شوف اذا كان باش نهبطوا المستويات هذه وتولي نتاع فلان ونتاع فلتان ونتاع كذا، وانا استاذ جامعي، متفقين؟ معناها في مستواي وفي سني، بالله في سني انا توا مازلت نستنى باش يرضى عليا فلان ويرضى عليا فلتان وكذا، يقدر نحمل امانه نتاع مسؤوليه نتاع يعني نتاع احفاد، راهو مش نتاع اولاد، حتى نتاع احفاد. معناها بالنسبه لي الجمعيه راهو جزء من كياني، وكي ندافع على الجمعيه لا ندافع باش نخدم به الزيد ولا باش نخدم عمر ولا صدقني، ولا باش لا في ركاب فلان ولا ركاب فلتان، كلهم يعنيونيش. اللي يعنيني هو اولا سعى مصلحه الرياضه التونسيه الوطنيه بصوره عامه من خلال خدمتنا اللي راح نلف على قواعد وعلى اسس صحيحه وسليمه، ونعاود نقول كلمه ومسؤوله وشجاعه. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سي معامل تدخلك معنا. دونك فاصل قصير وبعد نحكي باسكيت في فير بلاي، مواصلين حتى الأربعة.